ولاية أم البواقي تتحصل على بطاقة التضامن لتكون مسرحا لملحمة اليد في اليد بمدينة عين مليلة. شحالكم انتم مساكين؟ عندنا 16 هنا. 16 هنا في هذا الدار. ما كانش كانت عندي الشمبرة في بيت شيخي خرجت الدار. من بعد خلاص درنا الطلب تاع السكن. جا الدراهم 70 مليون جات ربي. انتم بالبعث على جال باش نضالي لهم دار. ويسهل ربي ان شاء الله الحبابه. جا الشتا كلاص. عائلة بصبرها وحمدها لله تقسو على فريق اليد في اليد بدرس لا مثيل له. عيتي ما تشتيهاش. نقول لهم تحملوا ويجي نهار اللي يفرجها. كاين حوايج اللي منتهم في الحالة، منتهم أنايا، ساعتي. صعيب الحال. صعيب بزاف. راضية بيه لأنه ما عندوش حاجة تكذب ولا هيك ولا هيك، يهدر الصح، عنده ما عندوش ما عندوش. الوقت اش هادشي كامل؟ واش نديرو دركا؟ هذا ما كتب لنا الله. أنا ما يعطينيش قلبي أن نروح من النوم ونخليكم. إذا بإذن الله راح نعاونكم، بإذن الله راح نعاونكم، كل واحد يدير له البيت تاعو. جاتكم نقدر نتكل عليكم رجال. والله هادي هي كامل يد في اليد. تضامن أكثر من رائع شهدناه بولاية العربي بن مهيد من أجل فرحة لتكمل طيبة وخلق عائلة عين مليل. في عين مليل نعرفك أنت. مرحبا. كاين الاحباب ما كانش مشكل. اوقف معايا ان شاء الله. رجلي على رجلك ان شاء الله. براس كبير هذا الاولى اللي تعطيه هنا نعطيه صح او حابس نعطيك درت نجاوب النبض ان شاء الله. اليد في اليد هي سمانه اسبوع فقط، ما تستناوش الماسو يكمل باش تبداو نتوما، لازم نبداو كل على خطره. جيتك خويا العزيز وجبت لك الليسته تاع الدار. سيد علي تتهلا زعما بيان سور كيما العاده والعوايد دونك اوني لا فوتغ سيرفيس. واش نطلب لك يا ابراهيم؟ انو دير لهم لا سيكوريتي، نديرو الفولي نديرو التيوخ فوالا بلا مزيه يا صافي. دوبل فيتراج ماشي مشكل. طانا لي طاب في لي فينيسيون حنا تاع لي طاب تاع لي سانيتار قالوا لنا ميسي لكم غربيلة. حنا ماذا بينا نعاونوا الناس كيما هادو. الحمد لله هذا هو الفرنسي. راكم في حالتكم باذن الله تعالى ما يخصكم والو. نتيجة ساحقة من حيث التضامن والتلاحم تعكس البيت الجميل الذي بناه شبان الولاية.